هل تعتقد أن الرحمة بالحيوانات تقتصر فقط على البشر كونهم هم لديهم عقل ويقدرون فعلا مدى إنسانية الرحمة بالحيوان، وأن غير البشر لا يستطيعون أن يتمتعوا بالصفة الإنسانية وليس لديهم عقل ليدركوا مدى قيمة الإنسانية حقا؟ في الواقع أنت بالتأكيد مخطئ، فالرحمة لا تقتصر على بني الإنسان فقط، وإنما يمكنها أن تمتد بين الحيوانات وبعضها البعض حتى، ولو أنها لا تنتمي إلى نفس الفصائل الحيوانية وليس لديها الصفة الإنسانية. وإليكم في الدقائق المقبلة دلالات وثيقة على أن الرحمة لا يقتصر أمرها على بني البشر فقط، وإنما تمتد إلى الحيوانات أيضا مع بعضها البعض. ولكن قبل أن نبدأ ادعمونا بإعجاب لنستمر في تقديم هذه النوعية من الفيديوهات. كان هذا الدب يلعب بينما خانته قدماه وسقط في الماء، فما كان من أمه سوى أن أسرعت تهرول إليه لتنقذه من الغرق. لم تخرج من الماء سوى بعد أن اطمأنت أنه خرج منه. وجد هذا الدب الصغير طائرا يكافح من أجل الخروج من المياه ولكن دون جدوى، فما كان منه سوى أنه قام بإمساكه بواسطة فمه لإنقاذه من الغرق. قد يبدو لك أن هذا الأسد يستعد لالتهام هذا الغزال الصغير، ولكنه في الواقع يداعبه فقط. بالرغم من عدم اكتراث القطيع لصاحبهم الذي يهاجمه الأسد، إلا أنه يبدو أن هذا الثور تربطه علاقة وثيقة بهذا الذي يهاجمه الأسد، وإلا لماذا خاطر بحياته للدفاع عنه هكذا؟ قبل أن تجرف المياه هذا الكلب معلنة انتهاء حياته للأبد، قام صديقه الوفي بإنقاذه في التواني الأخيرة. مع محاولات هذا القط الفاشل لإسقاط الكوب على رأسه، ما كان من الكلب سوى أنه ساعده بإزالة الكوب له. المفروض أن القطط تحب تناول الأسماك، ولكن على عكس المتوقع تساعد هذه القطة السمكة لاستعادة حياتها من جديد عن طريق إعادتها للمياه بدلا من التهامها. بالرغم من أن هذه الأسماك قد فارقت الحياة، إلا أن هذا الكلب يرفض الاعتراف بذلك ويحاول جاهدا إنقاذ حياتهم من خلال سكب المياه عليهم. هذه السحلية تحاول جاهدة إنقاذ حياة صديقها من خنق الثعبان له، فما كان منها سوى أن عرضت حياتها للخطر من خلال مهاجمة الثعبان بنفسها. لم تحبا هذه البجعتين تناول طعامهما بمفردهما، وهناك كائنات في الأسفل جائعة، فما كان منهما سوى أن شاركتا غذاءهما مع الأسماك. هذا الببغاء يساعد هذا الكلب الجائع عن طريق إطعامه في مشهد نادرا ما نراه. يبدو أن هذا الغراب لديه روح مشاركة، فها هو يتشارك طعامه مع كل من القط والكلب. حيوان الغرير، هذا أقدم على إنقاذ صغيره من خلال عمل ما يشبه الحبل البشري بمساعدة الحيوان الآخر، وبالفعل تمكن من إنقاذه. هذا الكلب رفض المشاجرة الدائرة بين هذان الديكان، فما كان منه سوى أن قام بفصلهما عن بعض. أخبرنا في التعليقات ما هو أكثر مشهد نال إعجابك من مشاهد فيديو اليوم. إلى اللقاء. لا تنسى الاشتراك وتفعيل جرس الإشعارات لتتوصل بجديدنا دائماً.